باكيت واشينج ماشين، إنها آلة غسل الغسيل، فكما تشاهدون فقط تقوم بشبكها بالحائط وتقوم بوضعها بالدلو وبعض مسحوق الغسيل وتقوم بوضع ملابسك. والآن نتيجة الرائعة. هيرفستر كونسابتس، مرحبا بكم إلى مفاهيم الحصاد المصغرة. إنها في هذه الآلة الرائعة والتي هي عبارة عن عجلة صغيرة وآلة للقشط والتي تقوم بحصاد المحاصيل، فشاهدوا معنا كيف يتم حصد تلك المحاصيل الصغيرة في هذه الآلة الرائعة. DJI ستور درون، مرحبا بكم في استخدام طائرة درون الجديدة. يقوم المزارع بتزويدها بمبيدات الرش وتحديد المنطقة التي سيتم الرش بها وضبط الأعداد جيدا، ثم تنطلق دائرة الدرون لترش كامل المحصول، فهي ترش بدقة متناهية وفي أماكن بعيدة جدا ويصعب حتى على المزارعين رؤيتها. هذه آلة من طراز جديد وأحد استخدامات طائرة الدرون الحديثة، إنه اختراع رائع حقا. نيمو بايبل 3 هو نظام غوص حديث يدعم غواصا واحدا حتى 10 أقدام، وهو يطفو على السطح بينما أنت على بعد 10 أقدام فقط، ولمدة 60 دقيقة تقوم بالغوص والاستمتاع برحلة جميلة ورائعة مع الأصدقاء. وأيضا يمكنك التنفس تحت الماء عن طريقه، فلا تحتاج لمعدات كبيرة جدا، فقط كل ما يمكنك وضعه على سطح المياه وهو سيطفو لوحده، وأنت تقوم بالغطس فقط لمسافة محدودة وهي 10 أقدام. لكنك ستستمتع جدا بهذا الاختراع الرائع والمذهل، حيث أنك ستخوض رحلة تحت أعماق المياه بدون معدات مكلفة جدا، فمعدات الغطس الغالية، لكنك ستصرف الكثير من المال. فهذا الاختراع الموفر لك أعطاك هذه التجربة الرائعة وبسعر رخيص. فشاهدوا هؤلاء السباحين الرائعين يقومون بالغطس والاستكشاف حولهم، إنه اختراع مذهل للغاية. كيد رونر هي طريقة الأخف وزنا والأكثر فعالية لحمل أطفالك أثناء ممارسة الرياضة، حيث أنك تستطيع الجري أنت وزوجتك وخلفك طفلك المربوط بهذه الآلة الرائعة، وبإمكانها السير، فهي خفيفة الوزن وهي مكونة من عجلتين ومقعد للطفل ورابط حزام أمان بالأمام ليكون على خصر أحد الوالدين اللذان يقومان بالركض وممارسة الرياضة. إنها آلة رائعة حتى لا تترك أطفالك في المنزل أثناء ممارستك للرياضة كل صباح. فولترمن سمارت وير، كنت مسافرا ونسيت محفظتك ووقعت منك في داخل سيارة، لكن مع هذه المحفظة لن تضيع أبدا محفظتك، فهي أقوى محفظة ذكية بالعالم. باور بانك مدمج، نظام إنذار عن بعد، نظام التتبع العالمي GPS، نقاط اتصال واي فاي عالمية، وكاميرا ضد اللصوص، فهي تقوم بالكشف عن اللص، فشاهدوا روعة تصميم هذه المحفظة الذكية. إموشن USA هي عبارة عن دراجة كهربائية أحادية العجل وهي ذاتية التوازن، وهي دراجة يمكنك المشي بها على كل المسطحات سواء الخشبية أو الأرضية، فهي سهلة الاستخدام، فقط كل ما عليك الركوب وهي ستقوم بالمشي، فكل ما عليك هو فقط توجيهها على الطريق الصحيح. الآن يقوم الشاب باستعراض هذه الآلة، فشاهدوا ذلك معنا.
لدينا هذا الجهاز الرائع لعمل جدلات الشعر للأطفال، يبدو رائعا حقا. وهنا الباب الذي يفتح بزاوية 180 درجة. هانكوك هو التصميم الجديد والفريد للعجلات الضوئية، وهذا العجل قد أخذ جائزة العام لأفضل عجلات هانكوك لهذه السنة. شاهدوا روعة تصميمه. ميجا سكر هو الحل الوحيد للفيضانات وأعمدة السير والانسكاب والعمل في المناطق المغمورة وخزانات مياه الحرائق لأول مرة في عام 1988، وهي معدات الاستجابة لحالات الطوارئ الأسرع والأكثر موثوقية، وهي مرنة واقتصادية وصديقة للبيئة، كما أنها قابلة لإعادة الاستخدام، وهي تقوم باستخدام سدود المياه وتمكين توفير الوقت والمال. فشاهدوا العمال هنا يقوموا بوضعها على النهر لعمل هذا السد للفيضان، فشاهدوا كيف تم تركيبه ونصبه جيدا. أترون كيف المياه تصعد من فوقه؟ الآن يقوم بالامتداد أكثر، من ثم سيتحول إلى شكل أكبر فأكبر حتى يقوم بسد المياه نهائيا. ستقوم الآن المياه بالرجوع إلى المنطقة المجاورة. لقد أفلت منهم هذه المرة، وسيقومون بإعادة الكرة مرة أخرى. ميركل سيستم هذا الاختراع الرائع والذي يمكنك من تعضيل الصدوع في السيارات، فكل ما عليك هو مسح المنطقة كما يقوم هذا العامل، فهو يشرح طريقة استعمال هذه الآلة العظيمة. يقوم بوضع اللاصق جيدا وتثبيته على منطقة الصدع، ثم يقوم بتثبيت واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو حتى أربعة حسب ما يتطلبه الصدع، ثم بآلة الشد هذه يقوم بشد هذا الصدع. فشاهدوا كيف يقوم بالطرق ليقوم بتثبيتها جيدا، ثم يقوم بوضع مزيل اللاصق، والذي يقوم بفك هذه الأدوات والتي لا تفك بسهولة. والآن مع هذا الصدع الجديد لهذه السيارة السوداء سيقوم بتكرار العملية السابقة. فشاهدوا معنا وظيفة هذا الاختراع الرائع المذهل، فهو يعتمد على الإصلاح بطريقة الشد، وأيضا هو اختراع رائع، فبدون خدوش أو عمليات كثيرة يقوم بإرجاع السيارة كما كانت. هذه غرفة نشر للغسيل، يقوم الشاب بإغلاق فتحات المناشر والتي توفر مساحة أكبر.